تنويه: كل الآراء التي ترد في هذه الحلقة تمثل رأي أصحابها الشخصي من دون أن تتبنى القناة والبرنامج ومقدمه وفريق عمله أياً منها، مع تقديرنا لكل اسم شخص أو مؤسسة يرد ذكره سلباً أو إيجاباً في هذه الحلقة. مشاهدي قناة التاسعة، مرحبا بكم في الاختيار، حلقة جديدة وموعد جديد. هذا في سهرية الأحد، موعد بديتوا تتعودوا به، موعد تتفاعلوا معاه في كل حلقة تقريبا، تفاعل قاعد يتزيد حلقة بعد حلقة، والحلقة اللي تعديت كان تفاعل قياسي مع ضيوف البرنامج. حلقة اليوم توعد بكثير من الإثارة والحقائق اللي باش تحكي يمكن لأول مرة، شهادات من التاريخ بين السياسي الاجتماعي الثقافي وغيره، نتعرف عليهم في حلقة اليوم مع شخصية اختارت أنها تبعد على الإعلام في السنوات الأخيرة، لكن اليوم هو موجود معنا في الاختيار، تعرفوا عليه توت سويت. وبداية حلقتنا باش تكون ضيفنا ضيف خاص في حلقة الاختيار. هو من مؤسسي الجامعة الإسلامية بتونس والناطق الرسمي باسم الهيئة الشرعية والإصلاح، الشيخ خميس المجري. درس في المعهد العلوي وتحصل على الإجازة من الجامعة الزيتونية سنة 1980. عمل أستاذ في معاهد عين دراهم، بوسيلم بن عروس والمحمدية قبل ما يختفي بعد الحكم عليه بعشر سنوات في محكمة أمن الدولة. الداعية خميس المجري كان في خلايا النهضة منذ سنة 1976، عضو في المؤتمر التأسيسي للحركة سنة 79، ومنذ ذلك الوقت عضو في مؤسساتها المركزية إلى غاية 22 ديسمبر 1990 تاريخ سجنه. بداية من 91 هاجر المجري لفرنسا قبل ما يعمل مبادرة الإصلاح سنة 1995، مبادرة الاثنى عشر، المبادرة اللي تعتبر إعلان التصدع بين قيادات حركة النهضة وخميس المجري بعد ما تفوجئ بالقمع داخل الحركة إزاء هالمبادرة. وفي 14 ديسمبر 2006 أعلن خميس المجري استقالته عن حركة النهضة، الحركة اللي أصبحوا فيها أصدقاء الأمس أعداء اليوم، بعد ما رجع في 10 فيفري 2011 لتونس. الدكتور المرزوقي لم استثنى من تلك القائمة أعضاء وشخصيات كبيرة، بين ظفرين شخصيات أسماء كبيرة من حركة النهضة، أنهم كانوا يتعاملون مع بن علي. اتخذ عديد المواقف اللي أثارت الجدل، خاصة من أتباع وأنصار النهضة اللي حسم العلاقة معها، وخاصة مع رئيسها راشد الغنوشي اللي ما يفلت حتى فرصة لنقده ويوصل حتى لاتهامه. هذا راشد، شيخ راشد الغنوشي. راشد ايه، شيخ راشد الغنوشي ايه، المسيلمة. المسيلمة هذايا في حوار معاه كبير الكلمة. تسمي الله يختاني. شوف انا من دهنش كذب عليكم، جاب لكم دين جديد، ثم هو تراجع على الدين اللي كان يدعو اليه. اتهامات مش جديدة وحتى لبعض القياديين. راسي من الناس الذين أسسوا للفساد في تونس، وكان في حركة النهضة هو. في المقابل هو يقر بحسن النية إلى حد الآن في مواقف وأفعال رئيس الجمهورية قيس سعيد. قيس سعيد أنا ما زلت أنتظر منه الخير، وأنا دعوت له إن كان يريد خيرا البلاد اللهم أعنه ووفر له البطانة الصالحة التي تعينه عليه. شخصية مثيرة في تصريحات ومحطات كثيرة وحقائق تكتشفهم الليلة مع ضيف الاختيار الشيخ الداعية خميس المجري. الشيخ الداعية خميس المجري، سعيد جدا أنك موجود بحضنا، مرحبا بك في الاختيار. مرحبا، بارك الله فيكم على الدعوة. أقوى شوية شيخ باش نسمعك، وسعيد أنا اللي أنت موجود بحضي، فماذا بي توريني اللي أنت زادة سعيد؟ لا أنا سعيد واخترت باش نكون معك لأنك عندك قبول، وأسأل الله أن يوفقك. ربي خليك، شكرا على هذه الدعوة الجميلة. قبل ما نبدأ معك وقبل ما نبدأ في طرح الاختيار، الأناقة اليوم والحضور كما العادة كما كل ظهور لي كنتي، لكن المدة الأخيرة اخترت أنك تبعد شوية، مدروس غيابك؟ في كل حال أنا ما نحضرش في دعيت في برامج فيها أكثر من شخص، أنا لا أقبل إلا أن أكون مع شخص، حوار مباشر. حوار مباشر، وأنا مع أن يكون اللقاء مباشر مش مسجل كذلك. مباشر مش مسجل، لكن ثم استثناء معك. الله يخليك، شكرا. ونحن إن شاء الله قد الاستثناء هذي. برنامج الاختيار برنامج يعطيك حرية أنك تختار مسار الحوار،
نعم. تحدد فيه النسبة. هذه الملف الأولاني فيه 50% جزء يهم الاختيار العام، 20% شخصي و30% سياسي. في المقابل الملف الثاني فيه 30% سياسي 30% شخصي و40% عام. لو تختار ما بيناتهم شيخ شنو تختار؟ والله نختار هذا. ايوه الملف الثاني. من عادتي نختار من اليمين لكن المره هذه بالصدفه جاء على اليسار. تقرا لي التعهد. لقد تمت دعوتي لاكون ضيف برنامج الاختيار. انا السيد خميس الماجري وقبلت الدعوه واتعهد بصدق الاجابه والجراه في مواجهه اي سؤال، واحرص على عدم مغالطه المشاهد واحترام حقه في معرفة الحقيقة كاملة. وختاما أتحمل مسؤولية إجاباتي واختياراتي. الضيف الإمضاء، لك حرية الاختيار سي خميس. لا أمضي. لا أمضي؟ نعم. ترفض؟ لأني أنا ديما صادق و... هي؟ وأنا معاهد ربي أن لا أقول إلا حقا، فلا أحتاج إلى الإمضاء. ذي الإمضاء ما يبدل حتى شيء، لأن عندي من يمضي علي. من؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسجل. كل شيء مسجل. ترفض أنك تصح؟ أرفض لأني لا برنامج عندك الحرية. لأني أقول الحق. ترفض أنك تصح؟ لا أحتاج إلى إمضاء. قل لي أنا خميس الماجري أرفض أني نصح. أنا خميس الماجري أرفض أن أمضي على هذا التعهد لأني لا أقول إلا خرق. حقا إن استطعت، فإن لم أستطع لا أكذب. خارق العادة. نعم. نقبل شيخ، شكرا لك. نبدأ البداية مباشرة بالاختيار العام مع الشيخ الداعية خميس الماجري. بارك الله فيك. شيخ خميس، لو بدينا نبتدي منين الحكاية؟ منين حلقتنا في الاختيار لازمها تبدأ؟ أنت تسأل وأنا أجيب. به كتاب مفتوح شيخ خميس الماجري، أي سؤال نجم جاوبني عليه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ساعة مجموعة وترسانة ما شاء الله من الكتب، قاعد نشوف وتساور المجلات، شو ما هذا مشيخ؟ هذه كتبي طبعاً ما مش مطبوعين. هذه دراسة المشروع الدكتوراه في جزئين، المشترك الفكري للحركة الإسلامية التونسية المعاصرة، مشروع لتوحيد جهود العمل الإسلامي في تونس. وقبلها الماجستير. هذا مشروع دكتوراه. هذا دكتوراه إن شاء الله يتناقش قريبا. بيه. وهذه الرؤية الإصلاحية بين محمد بن عبد الوهاب. أي كان دوره لي شوي الكاميرا. ومحمد الطاهر بن عاشور. وهي محاولة لمد الجسور بين ما يسمى التيار السلفي والتيار الاجتهادي المقاصدي الأشعري، ولكل مدرسة إمام. ومدرسة السلفية هو محمد ابن عبد الوهاب، ومدرسة المقاصد هو محمد ابن عبد الوهاب. وحاولت أن أقرب بينهما وقد أفلحت والحمد لله. خرق لات. وهذا ما يدل على أن مشروع خميس الماجري هو مشروع حوار ومشروع تقريب ومد الجسور ومشروع إصلاحي. مد الجسور ومشروع إصلاحي. أما الرسائل الأخرى فهي كتب وبقية وكتب أخرى إن شاء الله ستظهر. بيه؟ على كل حال مش بالضرورة أن يظهرها. هذم كتاباتك الكل شيخ؟ هذه كلها كتاباتي، ويمكن هذم ربع ما كتبت، ما دونت. ما دونت إن شاء الله. هذا ربع ما دونت. هذا ربع. أول هذا كتاب سنة 89 مع شيء الذي رجعها شيخي محمد دروس وعي برا محمد الأخوة رحمه الله. وبالمناسبة بالله بالمناسبة أيه. وماذا بي توصل وزارة الداخلية. وزارة الداخلية لما جاتني عام 89 بيه؟ أو 90 هزولي مع زوز كتيبات مسودات. بالله يا وزارة الداخلية، بالله يا وزارة الداخلية رجعوا لك كتبها زوملك عام 90. عام 90 باه. اي شو نكون راهم موجودين في الارشيف، شكون يعرف. باه باه ان شاء الله كان يسمعوا فينا. واحد على المسجد والاخر على الهجرة. واحد على المسجد. بالله يا وزارة الداخلية بالمناسبة رجعوهم لي.
يرحم والديكم. مد الجسر بين الفكر السلفي قتلي والفكر والمقاصدي للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والفكر المقاصدي للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. شيخ، باش نكون حاد يمكن في اسئلتي معاك، لكن باش نسالك الاسئله والكلام اللي قاعد يتقال عليك الكل في فقره نحب نسميها محكمه الاختيار، ولا محكمه الفيسبوك، ولا محكمه الشارع. كلام تقال عليك، لكن ما نعرفش هل توجهوا لك تهم رسميه به، هل امتثلت قدام القضاء بالكلام اللي قاعد يتقال عليك وبالتهم اللي توجه لك. انت شيخ متهم انك من اكثر الناس اللي شجعت الشباب وكنت مساهم في تسفير الشباب لسوريا والالتحاق بالجماعات الارهابيه. كل مدعي ياتي بدليله. بكل هذا البرود وبكل حجم التهمه جاوب عليها بالبرود. هذا هي تهمه. شوف، التهم هذه ينظر اليها من جوانب ثلاث: من القائل، وعلى أي أساس قال، وما الهدف. إذا كان قال الفيسبوك وقال عوام الناس فهو مردود، وإذا قيل على أسس غير حق، يعني في يعني أسس باطل فيها الجهل والظلم، تجني عليك فهو مردود. والهدف واضح، الهدف هو تشويه هذا الشخص، الغايه منها تشويه. شيخ، بصراحه اخترت اسهل اجابه، انه هاتوا برهانكم ولا هاتوا دليلكم. علاش ما تكونش فما اجابه اخرى؟ علاش ما تكونش لا قطعا ما ساهمتش، ولا تهم باطله؟ كون قاطع، كون حاسم. نحب حوار اليوم تهم باطله. تهم باطله تحب هكا انت؟ هي نحب تهم باطله. يقسم الشيخ خميس الماجري انه ما ساهمش في تسفير الشباب. كل اقسم بالله اني لم اساهم ولم ارسل لا ذكرا ولا انثى. مهما تقال عليك، مهما قيل، واللي عنده راهو كذلك متهم. اللي يقول راهو متهم لانه عنده علم ولم يبلغه الى القضاء. واضح، هو مشارك، هو كذلك مشارك في ما نسب اليه. يتستر تقول انت كان عنده المعلومه وما مشارك. مشارك. نعم. مشارك فيما نسب الي. يعني قالوه مش ناس عاديين، ما قالوش عبيد على فيسبوك، قالوه شخصيات في شكون شخصيات؟ شنو الشخصيه اللي عندك انت؟ فما بعض شو مفهوم الشخصيه؟ شخصيه تكون في محط متابعه من عدد مهم التوانسه. شكون يعني مؤثر؟ شكون مؤثر؟ كلهم ما فما حتى واحد. شكون؟ اعطيني مثلا. حتى واحد ما فما تعتبر. اعطيني مثلا. ليه؟ قل لي انت شيخ. القضاء هو اللي يثبت القضاء هذا، القضاء العادل. وقفت قدام القضاء في يوم من الايام بالتهمه هذه؟ لا. توجهت لك تهمه هذه؟ لا. ابدا. ابدا. من 2011 لليوم ما توجهولكش. ولن تتوجه بحول الله. بحول الله. باهي، السؤال اللي من بعده. تفضل. وباش يكون نفس الحده ان شاء الله الاجابه، مش بنفس البرود يا شيخ خميس الماجري. السؤال اللي من بعده. ما ساهمتش في دروس اللي تعطيهم في المساجد، ولا في اللمة في المسجد، في الحلقات اللي يصيروا في دمغجت بعض الشباب وتجاههم على السفر للجهاد؟ شوف، عام تقريبا في بداية الخورة. بداية الخورة. الثورة. أنا نسميها خورة. باهي. وقع القبض على بعد احداث شيخ، هي ثوره بما انه فما ناس عطات من حياتها وعمرها وتوفيت. انا نسميها خوره، انا نسميها نحترم اموال الناس. هي انطلقت تريد ان تصلح، لكن يوم 14 عندما خلف بن علي ناس من كانوا معه في السلطه، وقع اختطاف الثوره. متنجم تقول بدات يوم 17 ديسمبر. اي فما ثوره من 17 ديسمبر. 17 ديسمبر 14 وقع اختطافها، أصبحت خورة. شكون اختطفها؟ الناس اللي كانوا يحكموا بن علي هما رجعوا للسلطة. الخورة هو تنظيم نظام جديد، هو نظام جديد لازم يكون. وقت اللي تجي أنت تحد محمد الغنوشي، ولا بعد تحط اسمه رئيس فؤاد المبزع. فؤاد المبزع كانوا معاه في فترة انتقالية وقت الوضع الثورة سيبيس. الثورة تبديل نحي راس وبد الراس. ثم بعد جيت عاد أنظمة جديدة وجيت جديدة انتخابات تو نجيوهم بعد، خليني كمل. بعد حدث السفارة الأمريكية وقع القبض على أحد الشباب ودخل في إضراب جوع عن الأكل والشراب وحتى عن الدواء. فخاطبوني الشباب قالوا لي شيخ، ثم عن شباب شكون؟ شباب السلفي. شباب محسوب على السلفي. انا كلمه سلفي هذه تصنيف صنفني به جماعه النهضه في باريس.
باه زعيم سلفي يعتبروا اي سموا قالوا هذا سلفي مش يتبرؤوا مني باعتبار انا اخترت نعمل الدعوه على المساجد ونبين في الاسلام الذي انزله الله باه ليس هو الاسلام الذي تريده الانظمه باهي. فلما جاءت الخورة رجعت نلقى الشباب السلفي استنى فيا قطعوا له يده جاءت صالحة للطنبور باهي. فنادوني بعض الشباب قالوا لي الشيخ عنا راهو شكون الشباب في اضراب جوع. مشيت دخلت وقفوا امامي رجال الامن فقلت لهم راني فلان فلان قال نعرفوك يا شيخ ندخل نتحاور معهم. قالوا لي لا يا ودي باش نقنعهم باش يوقفوا الاضراب. قالوا لي لا. قلت لهم كلموا اعرافكم كلموا وزاره الداخليه كلموا وزاره الداخليه ولله الحمد قالوا خليه يدخل. دخلت تحاورت مع شاب الحمد لله الحمد لله سمع كلامي واوقف الاضراب وبدا ياكل الطعام والدواء. هذا كي مشيت له انت وطلبت منه انت انا هذا انا قمت بعمل ما قامتش به الدوله. وقال لي يا شيخ والله العظيم بابا وامي الحوا علي باش نوقف الاضراب ما وقفتش لكن مقامك عندي احسن من امي وبابا. هذا شيخ اجابه على سؤالي. هذا اجابه على سؤالك. حلقات دعويه إيه انا دوري نحل المشاكل. نحن اطفأنا النار برشا نار اطفأناها اطفأنا النار ما شجعنيش في دعواتنا للجهاد ولا غيره. باه سؤال أما الجهاد الجهاد سوريا وقتها في الظروف في الظروف نتاع سوريا في الظروف هذيك الفقه الاسلامي يقول بأن أي أرض إسلامية يقع اعتداء عليها فالمسلمون مطالبون بالنفير إلى ذلك الموقع. دعيت لهذا شيخ؟ أنا ما دعيتش أما نتكلم على الفقه فقه الإسلامي ماذا يقول؟ أي حكيت هك معنى فما شباب ما حكيتش أما نحكي معاك أنا اليوم تصورا تصورا أنت هك تشوف الآن في روسيا والحرب القائمة اليوم بين روسيا وأوكرانيا يا ناس خارجين من سوريا ماشيين للروس وناس وخارجين من الدول العربية والإسلامية وأوروبية ماشيين لأوكرانيا. علاش ما تكلموش عن الناس هذو؟ نخمش نستدعى في قادم الأيام شيخ لا ليش ما تكلموش عن المسألة هذه؟ لأن أوروبا ما لكم كيف تحكمون؟ مانيش خاطب في شخصك أي طبعا طبعا نخاطب في الناس ما لهم كيف يحكمون؟ شيخ هذا حلال والآخر حرام. لكن سؤالي كان واضح وصريح. دعيت ولا ما دعيتش؟ قلت لي ما لم أدعو واللي عنده ما يثبت هاي. لا ما عادش ناخذها الإجابة ذي اللي عنده ما يثبت اللي ما عادش ناخذها. دعيت ما دعيتش نقطة. تحب الإجابة كما تحب أنت. لا نحب إجابة واضحة واضحة ما غير مراوغة. نعرفك شيخ ما شاء الله باش تعرفوا الناس من بعد قداش الشيخ عنده مواهب أخرى تم بعد يتعرفوا. لكن سؤالي اللي من بعده أنت أكثر من اخترق ضوابط المساجد يعني كنت تطلع وتأم ما غير رخصة وعوقبت على هذا في أكثر من مرة حتى في السنوات الأخيرة. يعني أنا اخترقت اختراقي أنا ما اخترقتش. أنا أولاد الوردية روحت الوردية قالوا للشيخ أنت أولى الناس بأن تكون هنا وفي المسجد الذي حفظت فيه القرآن والله الحمد باهي مسجد الحومة ومسجد الحومة كتبوا مطلبين إلى وزارة شؤون الدينية وما قبلتش وما قبلتش وما رفضتش ما رفضتش ما قبلتش ما رفضتش اي ما عينتكش وزارة شؤون دينية ما رفضتش ما قبلتش لم ترفض ولم تقبل لم ترد ما دام ما رفضتش انا مازلت نخطب على روحي لم تقبل يا سبحان الله العظيم ما جانيش رفض وما جاكيش موافقه اي ما جانيش موافقه خلي الامور تمشي هكاك هاني هوني يا ودي هما كلهم مؤقتين فك الفطره يخليني مؤقت هما كلهم وقتي خليني مؤقت حكومة مؤقتة والدنيا الكل مؤقتة إلا خميس المجري وقت اللي فاقوا بيك شنو صار؟ شنو فاقوا بيا؟ فاقوا بيك قاعد تطلع وتعمل في الخطة لا هما في بالهم من النهار الأولاني في بالهم إي يمكن ما وصلش الطلب نتاعك للوزارة الطلب وصل له وخذينا ليشارج الوصل خذيناه وما حبوش يردوا لأن جاء أمر من راشد الغنوشي قال لحمادي جبالي ما تعطيهوش وحمادي جبالي كلف نور الدين الخادمي يقول له هذاك ما تعطيهوش ومنين ليك شيخ المعلومات عندما يثبت انا رئيس جامعه الزيتونه هو اللي حكى لي
أنا قاعد بحذاه وكلم نور الدين الخادم. قال له يا سي نور الدين الشيخ خميس متاعنا ولدنا. قال له المسألة تتجاوزني. من شكون؟ كلمني حمادي جبالي قال لي ما تعطيش بأمر من الشيخ. هذا سمعته ثابت على الشيخ؟ هذا أنا من رئيس جامعة الزيتون. قال قدامك لك هي بالسلسلة هذه خميس رئيس جامعة الزيتون نور الدين الخادم حمادي جبالي راشد الغنوشي. واضح. هاي بالسلسلة هذه. يعني بطلب من راشد الغنوشي رأسا أنك ما تكونش موجود على المنبر. نعم. علاش؟ اسألوا. معناها عندك أنت المعلومة أنك ما لازمش تكون ما عندكش المعلومة أنا علاش؟ أنا متأكد منها. متأكد منها. فيش تقلق؟ راشد يعتبر مع الأسف معناها الشيخ راشد الغنوشي. ما قلت لك مسائل معات ما عادش تعاودها لي. مع الأسف هو يرى كل لأني أنا قمت بواجبي الشرعي بواجبي الشرعي في فرنسا أني عملت مراجعات لفكره وقرأت كل كتبه وعملت مراجعة وبينت أنه علمنا الإسلام. علمنا الإسلام يعني؟ يعني خرج الإسلام خرج الإسلام الإسلام الذي كان يدعو إليه في السبعينات والثمانينات وفي التسعينات يعني علمناه أمريكا هو بريطانيا هو فرنسا هو جعله على المشروع الأمريكي الذي يريد من الإسلاميين الجدد أو الإسلاميين الأحرار الأحرار الذين تحرروا من النص وكيفوا الإسلام على نصوص حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية الغربية. واضح. أنت رجعت أنا أنا, أي. أنا أنا قمت بواجبي الشرعي بالدفاع عن الإسلام كنت حارس حدود الإسلام ولذلك لما جيت أنا لتونس تعتبر أنه حركة النهضة مست حدود الإسلام؟ أي خرجت على الإسلام الذي أنزله محمد أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خرجت عليه كأنها شوهته. شوهته تحب أنت تسميه شوهته دلست الإسلام. التدليس أقوى من التشويه. أي جاءت أي. بإسلام جديد. إسلام جديد. أي إيش بدلت فيه شيخ كي دلست مثلا؟ جعلت العقل هو محكم جعلت المصلحة هي محكمة على النص جعلت حقوق الإنسان أعلى من القرآن جعلت الديمقراطية أعلى من الشورى وهكذا الديمقراطية واضح من خلال الدستور اللي عملته واضح من خلال أنها تحل الخمرة وتقيم تقوم يقوم ويصلي والمغرب وتقوم واحدة منهم تقول أعطوني وزارة الفلاحة ونوريكم إيش نعمل أنا في الخمر وواضح من يعني لازمها تحرم الخمر باش ما تكونش دلست من الإسلام. الخمر راح محرم وربي تقول اعطوني تنوريكم شنو نعمل في الخمر أنا لطفي زيتون آخر شيء عملوا حرر الأسماء قال مثال شو واحد يسمي روحه كريستوف والآخر يسمي روحه جوزيف لطفي زيتون ما عادش اليوم والشمير في وقتها كان في النهضة شو كان في النهضة هي. كريستوف هذا الإسلام كريستوف وسمير سمير شكون ديلو. سمير ديلو في سويسرا سألوه على المثلية قال إيش بيه نفكروا فيه وعلي علي شكون هو على عريض يسألوا فيه على الإرث قال إيش بيه مثلا نفكروا فيها شو مسألة تفكر فيها مساواة في الميراث أي يفكر فيها يفكر فيها يفكر فيها حرام وعلي وذاك اللي سميته قبيلة قال سميك ثم سميك في الإسلام وبعد شنو المشكلة نحيه من المرأة قانون المساواة في الميراث المشروع بدأ مقترح مع البيجي قايد السبسي في فترة الرئيس الراه البيجي قايد السبسي رحمه الله مش في مع علي العريض علي العريض جابوه وقت اللي السبسي تكلم عن الموضوع اي جابوه يسألوا فيه قال شنو المشكلة نفكروا فيها كلهم ماشي وأكثر من هذا في 18 أكتوبر وقتاش 18 اكتوبر اللي وقع في تونس قبل الخوره 18 اكتوبر 2007 بارك الله فيك اقروا بالارث اقروا مكتوب شكون اقر بالارث النهضه حركه النهضه اقرت وباش جلست مع المعارضه اليساريه والعلمانيه كلها قالوا نحن مع المساواه
ثابت بالوثائق. لو اسمع انا انا مسؤول عن كل كلمه. اي بالضبط بالضبط. انا نخاف لنقول كلمه غدو يشدوها لي. الرائد لا يكذب اهله. تخاف يشدوا لكم كلمه ولا تخاف تقول؟ لا يقولوا يكذب وانا مش نكذب والله صادق. الرائد لا يكذب اهله. والله اصدق منهم واصدق منهم الكل. 2007 نرجع الوثائق. حركة النهضة دعت المساواة في الميراث. هي دعت مش وافقت وافقت وافق. مش دعت وافقت 18 اكتوبر 2007. اش بيه هذا ما يخرجش؟ علاش ما يخرجش؟ الناس ما تقراش. وما ثماش شكون يجرى باش يقولوا. وانا ما نسبش، انا نراجع فكريا، انا توا قاعد نقول في حقائق. مراجعة فكرية. مانيش قاعد نسب، مانيش قاعد نسب، راني قاعد لأن الرسول عليه السلام قال لا يكون المؤمن لعانا. انا مانيش نلعن مش نسب، انا هذه حقائق تاريخيه. هذه السيره زاد ظهرت توفر في الشيخ رجل الغنوش، بعمره ما سمعني يجاوبك ولا بعمره ما سمعني قال كلام في حتى حد. هو عامل دواشه. تعرف شو معناها الدواشه؟ في اليمن. تينا في اليمن شنو الدواشه؟ في اليمن قائد القبيله ورئيس القبيله يحب يظهر روحه ديما معناها نبيل فوق مترفع. فوق مترفع وفوق انه يرد يعمل عصابه يدافعوا عليه. يسموهم دواشة. في النهضة ثم الطابق الرابع. الطابق الرابع عندهم 10 أشخاص دواشة يسبوا الناس كل. هو ما يسبش أما هو يخلص في الناس اللي قاعدة تسبوا. مترفع أخلاقه عالية أخلاقه كبيرة ما يحبش يجيو. لا ما يرقلكش الكلام هذا به. نحن لا ينهدك شيخ. عاد قلت لك انا عامل طابق الرابع عامل فيه 10 أشخاص يخلص فيهم يسب ويجادلون في باطل. والرسول عليه السلام قال من جادل في باطل فهو في سخط الله. في سخط الله هذوما ناس في سخط الله يجادلون في الباطل وهو يخلص فيهم. يعني سقروا الحديث سقروا شو يقول الاسلام. في سخط الله فلوسهم حرام ياكلوا في الزقوم. هذوما شكون؟ هذوما اللي في الطابق الرابع في حركة النهضة في مونبليزير اللي قاعدين هذوما اسمه الذباب الأزرق. كان جاوبك بنفس كلامك نقول لك هات ما يثبت أنه الطابق الرابع هذا مهمته ولا مكلف. قالوا واحد هذاك اللي علمهم شو اسمه اللي ترشح الرئاسة جابوا اللي علمهم؟ واحد علمهم نسيت اسمه أنا. ترشح الرئاسة؟ ترشح الرئاسة وجاب 0 ولا حاتم بولابيار. حاتم بولابيار هو قال أنا علمتهم. كان في مجلس الشورى. قال أنا علمتهم بعد سبوه. هو علمه. تيش نعمل ندبهم؟ لا 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 الله محمد رسول الله. به سؤالي اللي بديت لك به لو حكينا منين نبتدي الحكايه؟ هات نبداو الحكايه من الاول، كيفاش دخلت لحركه النهضه يا شيخ؟ ما كانتش حركه النهضه. هي وقتها اسمها الجماعه الاسلاميه. الجماعه الاسلاميه. انا كنت نحضر لشيخي محمد الاخوه رحمه الله في جامع صاحب الطابع يوسف صاحب الطابع. يوم غاب صلينا المغرب استنيناه ما جاش. خذيت أدراجي من جامعة صاحب الطابع باب سويقة مروح شناخو محطة برشلونة وقتها تم حافلة رقم 13 بيه متعدى على باب سويقة نلقى روحي قدام الجامعة متاع سبحان الله نلقى شباب داخل خارج ونلقى ضجة ونلقى حس دخلت بيه نلقى رجل الغنوشي قاعد على الكرسي. أول لقاء ليك وقتها أول مرة ترى رجل الغنوشي؟ راه يدرس. باهي. قبل شنو كنت راه يعمل؟ قبل الراه. قبل الراه باعتبار هنا في العاصمه هم في العاصمه. الاسبوع اللي بعده يوم الجمعه، الاسبوع اللي بعده حضرت من الاول صليت المغرب وقعدت. خلطت شويه المره الاولى، عجبك رجعت. عجبني الدرس رجعت. ممتاز. درس حيوي هكا و خارق العاد. يساعد الشباب هكا المتحمس. باهي. اي. فنلقاه يعمل في إملاء قرآنية فوجدته يلحن في القراءة. يلحن مش معناها يلحن بالتلحين الموسيقي، يلحن معناها يخطئ في القراءة. رجل الغنوش يخطئ في قراءة القرآن. يخطئ في قراءة القرآن ويحفظ الناس بالخطأ. فمشيت له بعد الدرس قلت له راه هذا الخطأ في كذا كذا. الجمعة أسبوع اللي بعد بعت له رسالة. وقت انا في كليه الزيتونين للشريعه واصول الدين ولاحظت الاخ اسمه احمد جبلة هو كان امير الحركه في الجامعه. هكا كان تقسيم امير امير راس غنوش وقتها امير الترابي امير المؤمنين امير اي امير الترابي
وأحمد جاب الله هو أمير في الجامعة. مازال اليوم التقسيم هكا في داخل الحركة؟ ممكن كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. مادام ثم بيعة أو ما عندهم بيعة. بيعة من مقاومات دولة الخلافة. إيه بيعة وما عندهم بيعة. النظام داخل الحركة هو. هذيك قوة نقطة قوة النهضة. هي أنها الناس اللي ينتموا لها يعملوا بيعة. بيعة دينية. بيعة دينية. وهذا على الولاء وهذا هو الخطر. هذا خطر في الحركة. خطر تعمل في السياسة ببيعة دينية. وثم ما عادش تدافع على الدين. إيه كي تقول لي ما اليوم مش يدافع على الدين ولا الحزب ماهوش إسلامي ولا ماهوش إسلامي تعتبر. ما خرج من الإسلامية. خرج من الإسلامية نتاعو. وفيه البيعة. واللي هو كما قلت لك من مقاومات دولة الخلافة الشيخ خميس الماجي. يعني نظام الداخل كاين دولة خلافة في الحركة. هذا هو. في آخر عهد ليك. في آخر عهد ليك. أنا أظن مازال باقي معاه. مازال باقي. إيه. بيت. يا أخي. أحمد جاب الله كي لحيت عليه. تفهم هو أحمد جاب الله باش يحطوني على الكرسي بدون مشاورتي. كنا نصلي ونحن في صلاة الجمعة في بي محمد في سبحان الله عند حميد النيفر الله يذكره بالخير. شدني من صلاة الجمعة خلانيش نروح. يا أحمد خل روح. قال لي لا هنا مش نفطروا أو نتغدى. وتغدينا خل روح. شدني يا سيدي شدني حتى لصلاة المغرب. باهي جاء الدرس حضر رجل غنوشي شكون يجي على الكرسي ويعمل الملة ونتعاون وكذا. أحمد جاب الله هو على يساري ضربني على فخذي. خميس هز صبعك ولا يدك ما هزيتش. بيه يعاود رجل غنوشي الثانية يا خميس هز هزيتش. الثالثة هزت يدي وكل هزت اليد. هزت اليد الأسبوع اللي بعده أنا جلست على الكرسي. الملة معناها هي تحفيظ القرآن شيخ. نعم. ما الشيخ معناها الشيخ رجل الغنوشي كان يحفظ الستين ويحفظ فيه. لا ما تصورش يحفظ الستين. ما تصورش ما يعرفش يقرأ. ما يعرفش يقرأ القرآن. ما يعرفش ما يعرفش يقرأ ويلقي القراءة غالطة. وهذاك السبب اللي خلاني نقعد على الكرسي. والحمد لله انطلقت ووفقت. وانت تعرف تقرأ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذه جائزة أنا خذيتها عند الشيخ محمد الزغواني رحمه الله سنة 1974. بيه أنت بالمريول أيوة أي ظاهر نادي فريقي. أيوة نادي الفريقي. الله المستعان. هذه عام 74 باهي. بيه هذه عام 74 وأنا من ناخذ في جائزة متحافظ قرآن. باهي من عند أمير المؤمنين وقت تسمى أمير المؤمنين في الحديث شكون؟ الشيخ محمد الزغواني رحمه الله. خرق العادة. بديت عمل درس وبديت من وقتها. لا ما عملتش درس عملت الإملة. عملت الإملة. طيب هو بقى تقريبا ربع ساعة يشكر ومن وقتها انطلقت ومن وقتها انخرطت في النهضة. من وقتها هذا عام 76 معناه دخولك للنهضة كان بتصليح بعض الأخطاء لرجل الغنوشي. نعم. وخروجك من النهضة كان لأنك صلحت أكثر من لازم. مش صلحت قمت بواجبي الشرعي. قمت بواجبك الشرعي. نزلت متعاهد مع القرآن. دخلت معاهم نحافظ في القرآن. خرجت معاهم لأنهم خرجوا على القرآن. خرجت فقط لأنهم خرجوا على القرآن. به النقطة اللي بعدها شيخ السبب اللي خليك تقول اليوم نغادر نخرج من الحركة شو هو؟ هذه هي الأسباب معناها. السبب أنه خرجت من ثوبتها الإسلامية وأصبح فيها حتى أخلاقيا وحتى سلوكيا وحتى كله مش المبادئ اللي دخلت عليها. ممكن نلقى فيها راحتي يعني. انا كي نجلس معاهم نروح مريض. تروح مريض. الاسم كان الجماعه الاسلاميه. هي تاسست عام 72 باهي الجماعه الاسلاميه. أي. ثم الاتجاه الاسلامي. الاتجاه الاسلامي سمينا ابو بكر الصغير. ابو بكر الصغير. وحركه النهضه. حركه النهضه يبدو انه سمينا بن علي. بن علي سماها الحركه. في لقاء رجل غنوشي مع بن علي نهار 6 نوفمبر 88 قابل بن علي ورجل الغنوشي. نعم. واقترح عليه الاسم حركة النهضة. اي قالوا بدلوا اسمكم علاش انتم اتجاه اسلام اللي سمانا وقتها ابو بكر الصغير. اتجاه اسلامي وعملوا حزب النهضة قالوا. ووقتها جانا متحمس حزب النهضة حزب النهضة وصوتوا جماعة حزب النهضة. صوتوا جماعة الحزب النهضة. باهي بن علي عنده فضل يعني على الحركة ومو الاسم متاحة. بعض القيادات اليوم يقولوا بن علي عنده فضل علينا. الأستاذ علي العريض يقول بن علي أنا مدين لي بحياتي أنقذ من الإعدام. بل بالعكس بن علي أخرجه من نعمة يطلبها كل مسلم صادق الشهادة في سبيل الله. تعتبره حرمه من الشهادة؟ حرمه من الشهادة.
بن علي، انت فما شكون حرمك شيخ من حاجه كنت تتمناها برشا؟ الحمد لله كل ما سالت فيه ربي اعطاني، بس والله من فضله ان شاء الله. ان شاء الله. بن علي ما ترحمش عليه، هذا نعرف وقلته. وعلاش نترحم عليه؟ هاو الساعة مدين بعض القيادات زملائك، ما انقذهم عطاهم حياة جديدة. اي هما ما نعرفش انت شنو عطاك زاد. لا اللي يعطي ربي صح. اي ما يسخر اشخاص باش يعطي. اللي يعطي ربي سبحانه وتعالى. بتسخير من اشخاص. اي. عطاك حاجات بن علي مدين له بحاجة؟ ما عطاني بالعكس. اللي حصل لي وأسرتي من ذلك الشخص سأحاسب به يوم القيامة إن شاء الله. تواجهوا قدام ربي. نعم، هو ومن معه ومن أعانه ومن نفذ كله. كله. هو ومن رضي ومن أعانه ومن نفذ. بيه ومن رضي زاد. ومن رضي. شكون راضي؟ على فيش كون اللي يرضى، اللي يرضى بان اللي عملوا فينا بن علي هو معه شريك. على شكون تلمح؟ كل 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 شخص، كل انسان رضى به. كل شخص اليوم نسمع اغلب قيادات النهضه اللي عاشوا السجون، اللي عاشوا التعذيب، اللي عاشوا الانفرادي، يقول لك انا مسامح ونترحم على بن علي. انا ما ترحمش. انت ما ترحمش على حبيب بورقيبه؟ لانه اذا كان يشد امراه لابسه حجاب ينحيوا الحجاب، ينحيوا الحجاب ويتلقاه من زوجتها، وأكرمك الله يغتصب الولد الصغير أمام والديه والمرأة أمام زوجها، ها؟ كيفاش تغفر له هذا؟ هذاكم يعملوا في السياسة، هذاكم يحب يجيبوا جماهير يصوتوا لهم. أنا مانيش نعمل في السياسة. ماكش تعمل في السياسة؟ مانيش نعمل في السياسة. دخولك الحركة علاش كان؟ مش للسياسة. أنا قلت لك دخلت نحفظ في القرآن. وبديت تطلع في المراتب قيادي كنت. إي كنت قيادي. كنت قيادي. شو المهم لما تبين لي؟ لما تبين لي لأنهم الناس فارقوا العهد الذي بيني وبينهم خرجت. فارقوا العهد اللي بينك وبين. اليوم اللي قاعد ساير في حركة النهضة كيفاش تشوفه؟ بعد 25 جويلية. هم كل يحكيوا علي هم عاد الناس اللي خرجوا. أنا اللي يحكي اللي واقع الآن للنهضة، أنا قلت من عام 95. قلت شخص هذا باش يدمر الحركة باش يدمر البلاد. شيخ راجل الغنوشي تعتبره باش. نعم. باهي، اللقاء من سنة 88 6 نوفمبر كان آخر لقاء بين راجل الغنوشي والرئيس بن علي؟ تقريب آخر لقاء، لأنه عام 89 خرج هو. اليوم قلت لك شيخ كي تشوف مثلا صورة الشيخ راجل الغنوشي أمام البرلمان في ليلة 25، كيفاش شفت أنت؟ طبيعية. طبيعية. بنظرة كيفاش؟ يلزم شوف تونس يلزمها تخرج مكان المستنقع اللي كانت فيه. الناس فدت، الناس كرهت. وأنا نتكلم كي نتكلم معاك نتكلم بالنبض الشارع التونسي. مانيش ناطق رسمي باسم الشارع. أما هكا الشارع التونسي الكل كره. كره ولذلك جات 25 جويلي. جويلي الناس فرحت. كرهت. والحمد لله هذا ثبت مقولتي الكذبقراطية. اللي وقع يثبت مقولتي الكذبقراطية. باهي، كي شفت الشيخ راجل الغنوشي قدام المجلس شفته بعين عادية، مش بعين الشامت ولا بعين المتشفي ولا. شو معناها ما فهمتش؟ كي شفته قدام المجلس في الليل وال. باهي نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. باهي، كيفاش؟ نتيجة طبيعية لأنه هو ما يلزمش يكون غادي. ما يلزمش يكون رئيس مجلس. ما يلزمش يكون في المجلس. ما يلزمش. وأنا كتبت هذا. وين لازم يكون؟ ما يكونش في المجلس اصلا، يبقى وين؟ في الحركه نتاعو كهو. في الحركه نتاعو. باهي، نعرفك جريء شيخ وتقول كلمتك الى حد الان. هذا ركزت ياسر انت تو على النهضه. اي جزء كبير من حياتك مع حركه النهضه شيخ، ما له رزمه ما نجمش تنحي تو نحكيوه وتصالح معاه من بعد. نعرفك جريء. تصالح؟ اي نتصالح. مشكور مع الماضي نتاعك مع حركه النهضه، مش مع الشيخ راجل الغنوشي. تو نجيو، هل يقبل الله. هل يقبل؟ أيوه. هو من بعد يقابلك ولا؟ بسم الله. باهي، نعرفك جريء. قلت بعد تونا نشوف هل يقبل يقابلك ولا لا شيخ. انا مانيش قابل. انت تستفز فيا باش نقول لك. انا ما نقبلش نقابل. ما نقابلش. هو يطلب باش يقابلك؟ ما تصورش. مانيش فيه، المهم انا اسالني انا. انا ما نقابلوش. اخر مره انا ثم شكون جاء، شكون جاء وحب يتوسط للمصالحه، قلت له لا ما عادش. ثماش امكانيه. اخر مره قابلته وين؟ أنا أتفكر يمكن 2011 في مؤتمر الثورة العربية. لا لا، بعد 2011 قابلته في جنازة ظهر لي. لا 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 لا، بسم الله. قابلتوش في حتى جنازة شيخ؟
تسافحوا كي تقابلوا؟ انا ما نحضرش جنازات، الجنازات اللي يحضروا فيها جماعه النهضه اي ما نحضرش. واجب الحضور في الجنازه ذهل؟ لا ما نحضرش ولا ما نحضر. وبين قوسين انا انا وصيت لاهلي انه جماعه النهضه ما يجيوش يصليوا عليا، وان شاء الله ما نموتش في تونس. تتمنى ما تموتش في تونس؟ نتمنى في المدينه ان شاء الله. علاش مدينة؟ اي علاش مش في رسول تونس؟ علاش مش في تونس؟ بجانب رسول الله. ان شاء الله ربي يكتب لك اللي تتمنيه. امين. اما اذا كان مت هنا او يسمع فيه جماعة النهضة ما تجيوش تصلوا عليه. حتى واحد من حتى حركة. واحد. غريب حالك. مثلا الشيخ عفوا الاستاذ حسن الغضباني كان وصى انه الشيخ عبد الفتاح مورو هو اللي هذاك. عبد الفتاح هذاك احسن رحمه الله. انت ما عندك حد قريب لك هكا؟ حتى حد. مثلا حتى الشيخ عبد الفتاح مورو؟ حتى حد. علاش علاش القلب هكا تحجر القلب؟ لا مش تحجر، هذوك ما يصلحوش باش يكونوا يصلوا على ميت، وانا نحب يصلوا عليا اتقياء انقياء ان شاء الله. العفو والتسامح مش من القيم اللي لازم تكون موجوده عند المسلم شيخ؟ لمن يستحق. لمن اعطيني حقي وبعد نسامح. فما البنت هذا في الدين لمن ايه يستحق. اي اعطيني حقي ونسامحك. اعطيني حقك ونسامحك. باه باش ما نتعديش من نقطه لنقطه. حرق مقر حركة النهضة وقت اللي شعلت فيه الحريق هذاك كيفاش خزرت؟ نعرفك جريء باش تقول بصراحة، توا هادي مازلت. ما عنديش فيها. كي تفرجت وشفت الحريق ما عنديش معطيات. لا مش معطيات، كي سمعت انه مقر حركة النهضة تحرق شعلت فيه النار، شنو قال الشيخ خميس الماجد؟ كنت سنن ربي تتحقق. اي شنو قلت؟ سنن ربي تتحقق، انا قاعد نشوف في سنن قاعد تتحقق كهو. ما ناس ظالمين إذا كانوا هما مظلومين أو ظالمين نشوف في سنة الله قاعد تحقق وكهوانا. ظلموا برشا ناس، هما ظلموا برشا ناس، ضربوا بالرش برشا ناس، ثم ناس ماتت، ثم ناس عملت إضراب جوع وأهملوهم وماتوا، ثم ناس عفسوهم بالكراهة قتلوهم. سنة نشوف فيها. سامي السيفي اللي توفى في حريق تاع مقر النهضة ربي يرحمه، تعرفوا؟ لا ما نعرفوش. ما تعرفوش؟ حصل لي الشرف. حصل لك الشرف. فترة السجن على خطر حركة النهضة ولا بسبب انتمائك لحركة النهضة، كانوا معاك بعض القيادات ولا القيادين؟ شكون كانوا معاك مثلا؟ عبد اللطيف المكي مثلا. عبد اللطيف المكي، اي؟ تقريبا هذاك الوحيد. هذاك الوحيد. وبقية يعني الشباب من القاعدة. تحكم عليك بالإعدام شيخ؟ كان ممكن باش يقع عليه أحكام بالعدام لما بورقيبة ما رضاش بالحكم الأولي وأراد أن يحكم تقريبا يحاكم أكثر من 30 عضو من قيادات حركة النهضة، مجلس الشورى ومكتب التنفيذي، وأنا كنت في مجلس الشورى. كان نجم تحكم عليك بالعدام. ويا ليتني قتلت في سبيل. تمنيت أنك تموت في سبيل. وإلى الآن لطف عليك كنت وفيت في الفترة ذيك تتوفى. نعمة من الله. تتوفى وفي مخك انك شهيد. تنتمي شهيد طبعا، وانك تنتمي لحركه تحمل مبادئ وقيم، تحمل مبادئ اسلاميه وقتها. في الحبس كان يمن بكم عبد اللطيف المكي هو الامام وقتها؟ لا لا، الامام هو خميس المجر الله يرحمه. انا كنت امامهم في المؤسسات وامامهم في السجن. قالوا لي ما كيبدا رجل الغنوش يصلي بكم رجل الغنوش؟ لا يصلي وراي المؤتمر التأسيسي هو وعبد الفتاح مورو وصالح كركر وحمادي جبالي وحبيب اللوز كلهم ورايا والله الحمد. كلهم يصليوا وراك. الحمد لله. باهي. حتى الشيخ محمد صالح نايفر كان ضيف انا رحمه الله. شو موقفك منه اليوم الاستاذ عبد اللطيف المكي؟ نفس المشروع، هو خرج من تنظيم فيه رجل مستبد وكهو، يمشي مشروع علماني وكهو. بصراحة شيخ تنتمي لحزب آخر لو يصير؟ ولدي أنا قلت لك داعي إلى الله، داعي إلى الله، عن دين الله. ما تحب حتى حزب؟ يا ولدي الحزبية كما قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور مشروع فرعوني. الحزبية مشروع فرعوني؟ أي نعم. باهي. في قوله تعالى كانوا يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. قال ابن عاشور رحمه الله أحزابا، واللي أسس الأحزاب هو الفرعون، وهو يعمل الدسيسة والفتنة بينهم حتى يحقق مقولة فرق تسد. الحزبية
مشروع فرعوني، هذا كلام ابن عاشور وليس كلام خميس. شكون خليفة فرعون اليوم؟ برشا فرعنا ثم. خليفة فرعون شكون تعتبر؟ فرعنا كل طاغية فرعون. كل طاغية فرعون. باهي، قبل ما نكمل ولكل فرعون موسى إن شاء الله. أنت باهي يلا، في وقت أنت كنت متهم بالتخطيط لقتل بن علي. أي نعم بسم الله. اتهموك بهذا شيخ؟ ولا خططت فعلا؟ هذيك نعمة من الله عز وجل. نعمة من الله أنك خططت لاغتيال بن علي؟ لا. أنه اتهموني باش أنا نقتل بن علي. وأخذوني يوم 22 ديسمبر. نعمة تعتبر؟ نعمة. معناها نعمة العبد يتمناها تصير له ولا يتمنى يعملها. تمنيت تقتل بن علي؟ هذيك نعمة ورحمة من الله أنه اتهمته في التاريخ 22 ديسمبر. جاوني 22 ديسمبر وخطفوني عندهم في الجرجاني ولا في بوشوشة. بوشوشة والداخلية ما في بالهمش، لأنه الداخلية جات عملت هجمة 23، هزت القيادات الكل 23 ديسمبر. بما فهم أنا جاوا للدار بشي هزوني. أنت وقتها؟ وقتها في أنا في بوشوشة. أيوة باهي. فعلاش قلت لك رحمة من الله ونعمة والشكر لله عز وجل أنه عملوا لي مقلب اللي أنا عامل تنظيم باش نقتل فيه بن علي. باهي. وكليت ماكلات بل يوم العيد وصار صار لي نسأل الله العافية. وقلت لك أنا في راديو فاهم ما شجرى لي. حكيت لي شنو صار معك؟ ما نجمش نحكيه في التلفزيون لأنه يعني يأثر ياسر. باهي. يعني اتهامك باغتيال بن علي منعك من حاجه اكبر؟ منع منكم 20 سنه حبس، 25 30 سنه. ما دين بن علي على قليله بهذا انت؟ ربك عز ما اصابك من نعمه فمن الله. يا ودي نحيوا هذه النعمه انتم تشوفوا هذوكم اسباب جعلهم. ما اصابك من نعمه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. بالله لا تنحيوا هذا القران، ما تنحيوش كذا انت ليه ما شيخ ما نحيو لك شيء. كمل تفضل. به منعك مش هو عملها لي، هو أي هو عملها إطار موجود في بوشوشة ولا في الجرجاني. الجرجاني وقت هزوني الجرجاني باهي. حبوا يعملوا مقلب وجاء هو بعث القنزوي بعث إطارات الداخلية نحاوها، هم نحاوها المشروع، ظهر لي حكاية فارغة. باهي. مش هو عمله، مش بن علي عمل المقلب. شو تفكر منه نهار ذاك الشيخ إيقافك وغيره؟ طبعا جاوني للدار وخطفوني من قدام الباب وانا دفعت بقوه والله الحمد مع الشباب وضربت الناقوس باش طلعت اهلي باش عرفت اللي هما هزوني ومشاو بسرعه جنونيه حتى ان العجل نتاع الكهرباء تنقبوا ويعني وعملوا حصار لجهه البيت. شيء كبير معناها يمكن اكثر من 70 شخص شرطي معناها في الوقت هذا. السؤال اللي تسألوا اللي الناس يسألوا اللي يتفرجوا فينا، هل الحركة كانت تدعمك تساندك توافقك تتبعك تصدر بيانات في حقك؟ الإجابة نعرفها بعد الفاصل. الشيخ خميس المجري، ناخذ فاصل صغير ومكملين حوارنا مع الشيخ الداعية خميس المجري. لكن قبل الفاصل يا شيخ قلت لي ما تنحيوش الآيات، حبيت نقول لك نحيوهم كان في سورة 100 تغلط، أما مادام ما غلطتش بإذن الله نخليوهم. فاصل صغير وراجعين. الله يحفظكم إن شاء الله.